بنيتو الحباس، انتوما بنيتو الحباس وفي راه تسنوا، ما صليتو كيما الناس في الجامع عليكم تتمنوا. لا يريبورت شنو عزاز ما كاش كاش تخرجوا منو، عيطوا نبنيوها مزاز يلي فيها كنتو تخونوا. نحينا بوتفليقة ما زالوا لا في الاستعمار، كي تهدر الحقيقة يقولوا حنا مال انت، ما زال الدولة العميقة اللي حبت تدخل العار، انفيتري في كل سنطة كلاب فرنسا لي بطل. قالوا علينا لا حاسد، قولوا لي شكون انتوما ياك سبقتونا في 90 مع مزال درتو لنا، حنا على بلادنا خايفين وانتوما درتو لها السومة. احنا والله ما رانا حابسين حتى نطيحوا الحكومة. طيرنا بوتفليقة ومازالوا ناكلة بنصار، ومازال الدولة العميقة اللي هي تمجد الاستعمار. زيدهم توفيق على الطريقة تعتبروا استعمار، هذه هي الحقيقة. أنا ما عفو الاسلام، ما نسحقوش لا فعلا، ما نسحقوش لا فعلا، ما نسحقوش لا ردي. زيدو انتو معاكم يا فاس لا مدياس وساعد سعدي. كوفرنيمو بروفيزوار، كوفرنيمو بروفيزوار، يشدو واحد بلادي ومدمو انتخابات وخير رئيس بلادي. خاوتنا حنا ابناء الاحياء الشعبية، ما يمثلنا حتى واحد، حنا نمثلوا نفسنا، حنا الشعب والمثل، حنا الشعب ودايبين في الشعب ونايضين من الشعب، وانا نقول لهم واحد ما يمثلنا. خاوتنا ديروا مليح في بالكم حاجة، نحبوا ولا نكرهوا حقيقة ما نهربوش منها. كي نقولوا العصابة، كاين العصابة وكاين الناس اللي كانت عندهم مصالح مع العصابة، والناس اللي عندها مصالح مع العصابة راهي تخرج في وسطنا في الحراك وراهي تدير في الفتنة، لأن المصالح تاعها راهي مرتبطة بالناس، راهي مرتبطة بالناس اللي راهم في الحباس، راهي مرتبطة بالناس اللي راح نحيوهم. خاوتنا لازم نكونوا يد وحدة، خاوتنا سيبوا حكاية هذا مبردع، وهذا الحسن وكاس، وهذا قط، وهذا خاين، لكم تجيبوا هذه المصطلحات. الله يهديكم، نحن كلنا جزائريين، كلنا جزائريين. صوتنا احنا غير تاعنا اللي تهدر فينا، ما عندنا حتى مصالح، احنا مدابينا، احنا مدابينا نسلكوا بلادنا، خرجوها من هذه الازمه ونروحوا نعيشوا حياتنا. علاه؟ احنا ماناش بنشر، احنا ماناش حابين نكونوا فرحان نبردوا في بلادنا الناس اي فرحان. ألا احنا ما راناش عباد، ألا ما راناش حابين نعيشوا حياة مليحة، كلنا يد وحدة، كاع رانا نقدموا تضحيات، كل واحد باش راهو يضحي. خاوتنا لازم نكونوا يد وحدة، إلا حبينا ما نفوزيو، لازم نكونوا يد وحدة خاوتنا، ما نتفرقوش، ونقضيو على هذه المصطلحات الخبيثة، هذه المصطلحات اللي تنشر فيها أفلام العصابة. الناس اللي تابعة للعصابة هي اللي نشرت هذه المصطلحات باش تفرقنا. خاوتنا بلادنا عزيزة، بلادنا عزيزة بزاف، والغيرة تاعنا اللي خرجونا عليها. خاوتنا لازم نتلاقوا كاع، نهضروا كاع، ونتوحدوا كاع، إلى راكو حابين نلحقوا الكلمة تيتنحاو كاع. كاين خطوات قلناها، لازم نتوحدوا كاع، ولازم نتربوا كاع، ولازم نتفقوا كاع. حاجة ما تجي هكا، إلى هذا السيستم، هذا البوري كان من 1962 وهو يمشي، حنا نحيوه في 6 شهور، ما نكذبوش على روحتينا، ما من تغيير يتطلب خطوات، نبدلوا نفوسنا خاوتنا. وحاجة واحدة أخرى، عمر بن الخطاب رضي الله عنه واش قال؟ أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أضلنا الله، أدلنا الله، أدلنا الله. خاوتنا خاوتنا خاوتنا، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لمصلحة بلادنا فوق كل المصالح،
احنا ما عندناش مصالح شخصيه، احنا شباب انا حابين نعيش في جزائر ذات سياده كامله ليست تابعه لا لفرنسا ولا للامارات. نريد جزائر ذات سياده كامله غير ناقصه. خوتنا نحن ابناء نوفمبر ونحن نحن والده، نحن والده تاع ميروش ونحن والده بن مهيدي، نحن على الدرب الواصل وباذن الله وباذن الله كما خرجوا هما جدادنا خرجوا فرنسا احنا نخرجوا ولاد فرنسا. استقلال 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 استقلال.